الرحمن الرحيم من الأمور التي لا تجوز التجارة فيها بيعا شراء صنعة ما كان الغرض الأساسي منها الحرام الات الحرام ولها امثله من امثلتها الالات التي تمثل شعائر الكفر كالاصنام والصلبان اليوم الظهر تكلمت شويه من ضمن الكلام وارد ان الإمام عليه السلام إذا ظهر يقتل إبليس لعنه الله. إبليس طلب من الله عز وجل بعد أن طرده الله تعالى قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون هو هذا اللي طلبه أن يبقى اليوم القيامة الجواب قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ما قالت الآية إلى يوم يبعثون إلى يوم الوقت المعلوم وفسرت هذه الجملة في الرواية بأنه يوم ظهور الحج عليه السلام يقتل سلام الله عليه يقتل إبليس ويقتل الخنزير ويكسر الصليب الصليب والصنم الأصنام التي تعبد هذه من شعائر الكفر اليوم تشوفون بعض محلات الذهب يبيعون سلاسل وكذا طرفها صليب صغير يشتروه مسلمين ويلبسوه هذا من شعائر الكفر كثير من الثياب الألبسة خصوصا قولتهم الماركات هذه اللي لها حسابها الشيء اللي يسوى دينارين يبيعوه بخمسين دينار وثلاثين دينار يحطون عليه صليب ما يدرون أنا يعني ما نريد نقول نعتب عليهم ما يدرون كثير منهم خوش ناس هم يجون للمساجد ويصلون جماعه وكذا وحاط على ظهره علم كذا كله صلبان او على صدره هذه شعائر كفر بينما واحد يشتري له المرة تشتري له فرضنا قلاده فيها سيف مكتوب عليه لا فتاة الا علي لا سيف إلا ذو الفقار هاي شعيرة من شعائر الإيمان من شعائر الخير عموما هذه ما يجوز بيعها وشرائها قايلين آزر اللي هو عم إبراهيم عليه السلام أو زوج أمه وعبر عنه بالأب في القرآن الكريم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر آزر مو أبو كان أما كذا يسمي يسمى العم أبا يعبر عن العم بالأب وإلا أبو إبراهيم عليه السلام كما هو مذكور في التواريخ اسمه تارخ تارخ المهم هذا آزر قايلين كان يصنع أصنام يصنع اصنام عنده معمل مصنع يصنع ويبيع فأحيانا إبراهيم عليه السلام يقول له لإبراهيم كان بعده صغير يجبره قوم بيع لي هالأصنام هذه بيعها شوف مشترية فإبراهيم عليه السلام يربط خيط برقبة الصنم ويسحبه بالشارع ويقول من يشتري ما لا يضر ولا ينفع هذا خم بعد ما حد يشتري منه يعني كسرها التجارة عامة على كل هذه يحرم بيعها وشراؤها وصنعها أيضا من آلات الحرام آلات اللهو اللهو ليس بعنوانه محرمه يعني مو كل ما سمي لهوا فهو حرام كثير اكو لهو هاي اللي يمسك له جريده ويحط قدامه شاي وقهوه ويحط رجل على رجل ويقضي له ساعتين بهالطريقه هذا نوع لهو شنو قاعد يعبد الله عز وجل يضيع وقته بهالترهات هذه او قعدات الديوانيات كثير منها مو كلها طبعا فلان فتح ديوانيه والليله الفلانيه يقعد من ساعه كذا لساعه كذا اذا الديوانيه يقعدون يطرحون فيها مسائل دينيه لا باس خطيب يقرا لهم قرايه يعظهم جيد اما تصير قعدة والسوالف كلها لو بالسياسه لو بالرياضه هذه الدولة غلبت وذيش غلبت ونص يصيرون مصفين اصطفاف سياسي يسموه، نصهم ويا ذوله نصهم ويا ذوله، وكلهم ما بيهم فايده، لا ذوله يقوون هالدولة ولا ذوله، ويطلعون مقهورين وكل واحد يشك ثوبه ليش ذاك عارضه، وش كله ترهات بلا فايده، لا هالدولة استفادت منه ولا ذيش. عموما هذه قعدات له بس مو حرام. إلى هنا مو حرام إذا ما صار فيها غيبة وكذب ونميمة وكلام فاحش مو حرام هناك لهو محرم اللهو المحرم شيئان الغناء والصيد الصيد اللهوي الآن الصيد اللهوي خلوه مو وقت الكلام فيه نحكي عن آلات اللهو آلات له كثيرة آه الشي يسموها لها أسماء كثيرة عود وبيانو وشنو بعد لابد شنو كمان وإلى آخره هذه وأكو محلات تبيع محلات متخصصة بهالشغلة هذه أنا مرة مريت بالسيارة شفت محل كل من هذه معلق فيها عارضها للبيع يجوز هذه بيعها وشرائها لا ما يجوز هذه آلات له الان ممكن واحد يقول هذه هم بيها فايده محلله شنو الفايده المحلله يقول هذا العود يقدر يجيبه يحطه, يحطه يحط بيه عيش ومرق ويتغدى بيه اي هو هذه فايده العود يستعملوه ياكلون بيه عيش ومرق مثلا او يسوي هذا الناي حتى يضرب بيه مثلا اعداء الله عز وجل اكو واحد بيده ناي يضرب باعداء الله، الناي ياخذه يصفر به حتى يضيع وقته. عموما هذه الات له ما يجوز صنعها حرام لا يجوز بيعها، لا يجوز شراؤها باطل واموالها التي الاموال التي تؤخذ في قبالها تعتبر سحتا بل لا يجوز إبقاؤها على حالتها الآن فرضنا واحد ما كان يدري مشتري له عود مشتري له كذا حاطة بالبيت معلقة للزينة عرف اليوم وصل الخبر أن هذا ما يجوز قال الحين أنا شريته شو اسوي فيه كسرة كسرة لا تبقه على هيئته هذه الهيئة اللهوية لا يبقى الشيء عليها حول إلى حطام زين هذا الحطام ينباع فرضنا يقول هذا إلى قيمة إيه إلى قيمة بالسوق هذا يمكن ينباع بمية دينار بس إذا كسره صار خشب خشب وأوتار ممكن تنشره بالسوق لو يشوف له واحد يقول انا اشتري منك هالخشب خوش خشب اخذه أحط كذا للسياره استفيد منه بعض الفوائد طبعا ما يشتري منه بخمسين دينار يشتري منه بدينارين عقب الخمسين راحت ثمانية واربعين نزل سعره كسره خلي يصير دينارين هالدينارين مبروكات فيهما بركه والخمسين دينار اللي تحصلها من قيمة هذا العود هذه سحت سحت تدخل صاحبها نار جهنم آه زين سؤال يجوز واحد يبيعها كمادة قبل كسرها الآن يجي واحد يشوف هذا عنده بيانو قلنا هذه كسرة هذه قالت له فيقول له الواحد انا ما ابيعك البيانو بهالاسم ابيعك هذا الخشب والحديد والاشياء اللي فيه اذا يكون مطمئن ان هذا من يشتري فعلا يحوله الى خشب وحديد لا بأس اما اذا لا هذا يقول له مو مشكلة انت بيعني اياه يريد رخيص على اساس خشب وحديد هو يروح يستعمله باللهو ما يجوز آلات اللهو كلها لا يجوز التعامل بها بعد آلات القمار القمار باشكاله القديمه والجديده تتطور الاشياء كان سابقا ثلاث اربع اشياء في الزمن الماضي الشطرنج مثلا كان موجود موجود من قبل ألف سنة ألفين سنة معروف وعندهم شيء ظاهر يلعبون به كانوا قمار اسمه الأربعة عشر عندهم بعض التسميات وبعدين طلعت بهالزمان أمور جديدة المشهور فيها الجنجفة اللي أخذت الاول والتالي وين ما يروح الادمي يشوف اكو جنجفه ديوانيات بعض المؤمنين الموالين حاطين بنص الديوانيه هالاوراق هذه والله شنو احنا نريد نتلهى فيها هذه اله قمار هذه هي اله قمار النرد ال كذا دومنا مكتوب الرساله دوم له هالشكل باللام زين اذا كل آلة صنعت للتوصل بها إلى الحرام لا يجوز التعامل بها. هناك مسألة، اي ذكرتها اه خلينا نقولها الليلة. من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية اللي عند المخالف والمؤالف محرمة صنع التماثيل الآن نجيب كلمة عامة نقول التصوير التصاوير هذه التصاوير والتماثيل لها عدة يعني صور لها عدة أقسام مرة واحد يصنع تمثال مجسم هذا اكيد ما يجوز طبعا تمثال لذي روح يصنع تمثال ورده تمثال بيت جبل ما شاك سياره طياره الى اخره هذه ما فيها اشكال تماثيل ذوات الارواح الحيوانات والبشر هذه ما يجوز صنعها. الان مره يسوون تمثال معتبر قد الادمي يسموه تمثال شمع ويحطوه في المتاحف كذا من يجون يوقرون شخص يسووا تمثال شمعي. هذا حرام صنعه. اللي يسويه قاعد يرتكب معصيه كبيره. او شيء صغير يجي الولد الابو بالبيت جايب طين هاي الطين اللي يلعبون بيه الاطفال يقول له الابو سوي لي منه دجاجه خروف ادم ياخذها الشكل يلعب بيه يسوي له شكل دجاجه ما يجوز يقول له بابا ما اسوي لك ما يجوز تريد اسوي لك بي شكل سياره ما يخالف شكل بنكه شكل تليفون يقول له لا اريد دجاجه يقول له ما اسوي لك هذا ما يجوز حرام بعد الايام يبيعون للأطفال بيض من الكاكاو يفكوها البيضة بها أجزاء صغار هو يركبها الطفل مرة أجزاء سيارة وبايسكل ومن أمثال هذا ما يضر ومرة لا آدمي آدمي صغير إنسان مثلا مركبه على القاري يقول له يقول له الأم تعال ركبي لي هذا يقول له ما ركبه ما يجوز من ركبه أوجد تمثالا الحين ممكن واحد يسأل يقول ليش يعني الجواب ما ندري ليش هل كثر أشياء ما ندري ليش ال ال هذه أمور يعلمها الله سبحانه في مضم في مضمون رواية من صور صورة أو من مثل مثالا أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها في هذه الصوره، شينفخ؟ ينفخ الروح يقولوا يلا سويها حيه وليس بنافخ فيها، ما يقدر ما يقدر يحولها إلى حيوان حي. ما يجوز خلص تعبد هذا أمر تعبدي صرف. يعني ما في حكمة واقعية فيه الله سبحانه وتعالى والشريعة كلها حكمة الله تعالى هو الحكيم لا يحرم ولا يحلل شيئا إلا لسبب لكن إحنا ما ندري مو بالضرورة ندري هذا بالنسبة للتمثال قبل مدة كانوا كاتبين أنه يجون يجيبون جهاز هنا هم زين ما جابوه أن الله عز وجل خلص الناس من شر حقيقة قالوا راح يجيبون جهاز اللي الانسان يطب بهالجهاز يدخل فيه وهذا ياخذ ابعاده طوله عرضه كذا ويطلع له آه واحد مثله بالضبط استنساخ وحسب ما يريد بالحجم يريد بقده يريد صغير مثلا هذا لو جاي بالبلد داخل كان لقيت اليوم تقريبا الا من خرج بالدليل ماكو بيت الا واحد مسوي صورته تستنساخ له وحاطه هناك حتى كل من كل ما يدخل يطالع صورته شلون صايره حقيقه يعني الله عز وجل كفى المؤمنين شر القتال منع منع والا يمكن ما تلقى لك رف بالبيت الا هو ومرته واطفاله وكذا حاط لهم من هذه تماثيل والله هذا انا وهذه مرتي وهذا اخوي وهذا ابوي مثلا. عموما هذا ما يجوز ما يجوز هذه تماثيل صنعها حرام. زين بس بيعها وشراءها مو حرام. يعني الان واحد سوى التمثال صنع حرام. اما الان بعد ان صنع واحد يروح يشتري من الدكان هاي اللعب اللي بيعوها للاطفال لعب اولاد لعب بنات كذا تماثيل مكروه مكروه بيعها شراؤها وضعها في المنزل الروايه تقول ان الملائكه لا مضمون الروايه لا تدخل بيتا فيه تمثال بيت يعني حجره حجره فيها من هالتماثيل الملائكة ما تدخل فواحد خلي يحسب حسابه بالبيت من يجي يصلي يشوف بالحجرة أكو من هذه الترهات يجيبون الأطفال شي يسوي مطشرة يمين وشمال خلي يفرغها يطلعها برا المكان ثاني حتى الملائكة تدخل زين هذا بالنسبة لصنع التمثال السؤال هل يختلف الحال بين أن تصنع هذه الأشياء باليد بالإزميل والمطرقة أو بجهاز له الآن واحد عنده جهاز كبير يجيب المطاط يصب فيه ومن ذاك الصوب تطلع التماثيل اللعب بأشكالها وأنواعها ما يجوز قاعد يصنع قاعد يوجد ومرة رسم يرسم يعني ماله مجسم هذا الشيء غير صاير لم يصر مجسمة مجرد رسم هذا الرسم كثير من فقهائنا لا يجيزونه الأكثرية السيد السيستاني يمشي لكن الأكثرين لا يجيزونه حتى لو كان صورة نصفية أكو بعض الناس يروح لبعض الرسامين يقول ارسمني سوي لي صورة زيتية قولتهم أو ارسم أبوي ارسم أخوي أي واحد يرسمه هاي كلها بعدنا ما وصلنا للكاميرات الكاميرات بعدنا الحكي بي بيها طويل وعريض الرسم الأكثرون لا يجيزونه هناك قلت السيد السيستاني يرى جواز الرسم أما بالنسبة للكاميرات اللي اليوم هذه انتشرت انتشار النار في الهشيم هذه شنو وضعها المعروف عند فقهائنا أنه يجوز هذا التصوير بالكاميرات زين شلون ليش هذا جائز فيه كلام ياتينا ان شاء الله